السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد للجزائرية الأجهزة مفتوحة المصدر، والذي سيكون تكملة لمجموعتنا التي نخصصها لإنترنت الأشياء أو Internet of Things، حيث سنتطرق في هذا الفيديو إلى استعمال بطاقة ESP1 في مشاريعكم، وذلك باستعمال لغة البرمجة مايكرو بايثون. للتذكير، فإن بطاقة ESP1 هي بطاقة طورت لإضافة خاصية استعمال الواي فاي لبطاقة الأردوينو، وهي مزودة بشريحة ESP. للمزيد من المعلومات على هذه البطاقة أنصحكم بمشاهدة الفيديو الذي خصصناه لها، والذي يكون الرابط إليه في وصف هذا الفيديو. ما سوف نقوم به في هذا الفيديو هو استعمال ESP1 كبطاقة منفردة أو Standalone، وذلك ببرمجتها باستعمال لغة البرمجة مايكرو بايثون، والتي قد تطرقنا لتعريفها في فيديو سابق، يمكنكم إيجاد الرابط إليه في وصف هذا الفيديو. قبل كل شيء، يجب علينا الحصول على النسخة الملائمة من مايكرو بايثون من الصفحة المخصصة له، أي micropython.org. نختار النسخة الخاصة بشريحة تحكم ESP. بعد تحميل البرنامج، يجب علينا ربط بطاقتنا بجهاز الحاسوب، وذلك بطريقة يمكننا بها تحميل البرنامج الأساسي أو الفيرموير، ونقوم بهذه العملية بإنجاز الدارة التالية، وهذا على لوحة التجربة، ونحصل على النتيجة التالية. ولربط الدارة بالحاسوب نستعمل TTL to USB Converter. قبل أن نتابع، بعض التوضيحات حول استعمال الأزرار الموجودة على الدارة. الزر الأحمر مخصص لإعادة تشغيل الشريحة أو Reset، أما فيما يخص الزر الأصفر فهو مخصص لإعادة برمجة النظام الأساسي على الشريحة. ننتقل الآن إلى جهاز الحاسوب، أين يلزمنا تحميل الأدوات والبرامج التي سوف نستعملها. أولا، نقوم بتحميل البرنامج ESP Tool الذي سنستعمله لتحميل الفيرموير. يحمل هذا البرنامج باستعمال الأمر PIP Install ESP Tool. PIP هو برنامج يستعمل لتحميل البرامج والمكتبات الخاصة بلغة البرمجة بايثون، وهو متوفر بطريقة أوتوماتيكية عند تحميل بايثون 3 على نظام الويندوز. أما لمستعملي لينكس، فيجب تحميله. بعد تحميل ESP Tool، يجب علينا تحميل البرنامج الذي يسمح لنا التواصل مع البطاقة، ولهذا الغرض سنقوم بتحميل AirShell، وذلك باستعمال الأمر PIP Install AirShell. بعد الانتهاء من تطبيق هذا الأمر، يمكننا البداية في عمل تحويل البطاقة ESP1 إلى بطاقة تستعمل مايكرو بايثون. في البداية، نقوم بربط دارتنا مع الحاسوب باستعمال TTL to USB Converter، ثم نقوم بالضغط على الزرين الأحمر والأصفر في نفس الوقت. نوقف الضغط على الزر الأحمر مع متابعة الضغط على الزر الأصفر، الذي أذكر يسمح بإعادة تحميل الفيرموير على الـ ESP8266. في نفس الوقت، نقوم أولاً بمحو البرنامج الأساسي الموجود على البطاقة، وذلك باستعمال هذا الأمر. بعد ذلك، يجب علينا التموضع في الملف الذي يحوي البرنامج الأساسي لمايكرو بايثون، ثم نقوم بتحميل البرنامج الأساسي باستعمال هذا الأمر. أعيد التذكير، يجب الضغط دائما على الزر الأصفر طيلة هذه العملية.
وبعد الانتهاء من التحميل يمكننا إيقاف الضغط على المفتاح الأصفر. ولتفعيل العملية نقوم الآن بالضغط على الزر الأحمر لإعادة تشغيل الـ ESP. هكذا قد أتممنا تحميل الميكرو بايثون على بطاقتنا. يمكن التواصل معها باستعمال البرنامج Air Shell، ذلك باستعمال الأمر التالي. فيما يخص الخاصية P، فهو يسمح لنا بتحديد الموقع الذي ترتبط به الـ ESP. أما بالخاصية B فهي سرعة التواصل مع البورد. AirShell يسمح لنا التحكم في الـ ESP01، ويمكننا به تحميل البرامج عليها، إظهار قائمة البرامج المحملة على ذاكرة البطاقة، يمكننا التفاعل مع البطاقة مباشرة وبطريقة فورية، وهذا ما سوف نجربه حالا، وذلك بربط LED على البين رقم 2 للبطاقة. للتواصل مع البطاقة مباشرة نستعمل الأمر ريبل. للتعامل مع الـ LED يجب علينا استعمال المكتبة Machine، وبالتحديد الدالة Pin التي تتحكم في مداخل ومخارج الـ ESP. نقوم باستعمال نسخة من الشيء Pin بتحديد المخرج وهو رقم 2، وتحديد نوع الاستعمال Out يعني مخرج. وللتحكم في الـ LED نقوم باستعمال الخاصيتين Pin.on لتمرير الكهرباء وإشعال الـ LED، أو Pin.off لإيقاف تدفق الكهرباء وإطفاء الـ LED. هذا ما لدينا في هذا الفيديو. في الفيديوهات القادمة سنقوم بتوضيح كيفية ربط الـ ESP01 مع بعض المجسات، وكيفية ربطها بالإنترنت عبر الواي فاي. في الخاتمة نتمنى أنكم ستستفيدوا من هذا الفيديو. ننتظر تعليقاتكم حول هذا الفيديو وحول استعمال هذه البطاقة. وككلمة أخيرة أقول لكم من طرف جميع أعضاء أوبن هاردوير أرجيلي، سلام.